السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد في القناة. اليوم إن شاء الله غادي نتقسم معكم هذه الأكلة اللي كتجي سريعة في التحضير وبنينة ولذيذة وفيها مكونات بسيطة جدا موجودة في كل منزل. بسم الله، خديت 4 البطاطات غسلتهم وقشرتهم أكيد، وغادي نقطعهم دوائر يعني في هذا السمك هكا بحال هكا رقيقة، لأن غادي نديرها طيب مباشرة. فغادي نكمل هاد 4 ديال البطاطات في التقطاع ونتلاقى أنا وياكم. المهم بعد ما كملتهم خديت واحد البول فين غادي نوضع فيه ديك البطاطا، غادي نديرها فيه وغادي نتبلها، غادي ندير ليها في التوابل شويش ديال البزار او الفلفل الاسود والملح على حسب الذوق، وكذلك الفلفل الاحمر او البابريكا، وغادي نخلط هاد المكونات حتى تجانس ليا ديك العطريه مع البطاطا. وجبت هاد المول، هذا يمكن لكم تجيبوا اي مول، غادي ندهن فيه الزيت، يمكن لكم ديروا حتى الزبده، ندهنوا مزيان وغادي نبقى نستف هذيك البطاطا بحال هذا الشكل هكا، يمكن لكم تستفوها بالشكل اللي يعجبكم. المهم انا غندير ليها هكا، ومن بعد من حيت غادي نستف هذيك البطاطا كلها في هذا المول هذا، غادي نجيب الحليب. مهم انايا غادي ندير فيها واحد الكاسونس ديال الحليب زائد كاس ديال الياغورت مسوس طبيعي، وغادي المهم هاد الكاس هذا كيهز كاسونس، وغادي نخلطو مزيان تيتجانسو، ومن بعد غادي نخويه على ديك البطاطا. وهنايا راني شعلت الفران باش يبقى يسخن، لان غادي نديرها طيب بهذا الحليب هذا هو الاول، وعاد غادي نولي نزيدها مكونات الاخرين. غادي ندير واحد شويش ديال المعدنوس عفوا، دابا غندخلها للفرن. من بعد ما طابت غادي ندير ليها واحد المطيشه حبه وحده، هذه ديال الطماطم اللي قطعتها هكا شرائح، يمكن لكم ديروهم دائرين، المهم انا بغيت ندير هذه الطريقه هكا. غادي نستفها مزيان، وغادي نزيد فيها فوق من هذيك الفروماج ديال الموزاريلا. المهم هذاك الفروماج موزاريلا كنت حضرته معكم في المنزل، المهم انا ديما تنصوبو في المنزل، وغادي نوضعها في الفرن ونتلاقى انا وياكم. المهم هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الاكله السريعه اللي حضرت انا وياكم، كلكم تحضروها هكا في الغداء او في العشاء، والاطفال ديالكم غادي يحبوها لانها كتجي بنينه ولذيذه ورائعه. وهذيك البطاطا دغيا راها تطيب مع درناها شرائح رقيقه، وقدموها بالصحه والراحه. وما تنساوش الا عجبتكم لا فيديو
ديروا لايك البنات وبارطاجيو مع الاهل ومع الاصدقاء، وشكرا على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، وبسلام عليكم.